مستقبل. طيب، من التقرير اللطيف التكنولوجي العلمي اللي احنا شفناه دلوقتي، نروح مع حضراتكم للرمان. الرمان الفاكهه اللي اكيد حضراتكم او ناس كتير جدا بيحبوها. انا بشكل شخصي بحب الرمان. الرمان المنفلوطي لا يعلى عليه. لازم نعدي على منفلوط. على اسيوط. رمان منفلوطي لا يعلى عليه. مين يجيب لنا رمان منفلوطي؟ منفلوط اشهر حته او اشهر مكان على فكره يا اسماء، مش بس في مصر، ليها شهره عالميه جدا. كارض بتزرع رمان، الرمان المنفلوطي الجوده بتاعته شكله والجميل كمان ان مش بس كفاكهه تتحول لعصير او تتاكل، لا ده الجلد اللي حوالين الرمان بيستخدم كمان في الصناعه، صناعه دباغه الجلود وغيره، فكله فوائد يعني. وبيستخدم كمان في التجميل. يعني الرمان من الحاجات الحلوه جدا، وكمان بقى البنات بقى هم اللي هيفهموا في الحاجات دي اكتر. اسمعوا اسفه. أيوة دلوقتي البنات اسمعوا اسفه. ركزوا. الرمان جوه وبره هو عباره عن منتج معمول لينا. كله فيتامينز. القشر بتاع الرمان مفيد جدا جدا جدا، بيدخل في حاجات كتير جدا للبشره، وله استخدامات لو ندخله نعمل سيرش بسيط على الانترنت. يعني له استخدامات بشكل بسيط جدا، وبيتنشف وبيتطحن وبيعمل بيه حاجات حلوه. يعني الرمان ما بيترميش، بيتاكل من جوه وبيتاكل من بره، والجلد بره بنستخدمه من بره. ما تسيبوش اي حته في الرمان، كله فوائد من الفواكه طبعا الجميله جدا. التقرير بتاعنا بقى بيتكلم ازاي نحسن انتاجيه الرمان. يعني احنا بقالنا فتره ودي حاجه بسطانه جدا، فكره انه بنحاول كده نعمل تحسين للقمح، تحسين لانتاجيه محاصيل كتيره قوي. من ضمن المحاصيل دي فاكهه الرمان. البنك القومي للجينات، وهو بنك متخصص وعلمي جدا، بدا يجمع ويشخص اصناف جديده من الرمان في مصر. الهدف هو تحسين إنتاجية المحصول ده أو الفاكهة دي. طبعا ده هيفتح لنا أبواب كتيرة جدا، مش بس تسويق الرمان داخليا في مصر، كمان يفتح أبواب التصدير. تعالوا نشوف مع بعض بنك الجينات عمل إيه وإزاي حسن إنتاجية فاكهة الرمان. بينما تبدأ أشجار الرمان حاليا في الإزهار، جدير بالذكر أن هناك قطاع كبير من المزارعين ما زال يعتمد على بذور مستوردة. وسعيا لتطوير إنتاجية الرمان المصرية، قام فريق من البنك القومي للجينات بجمع وتوصيف 14 نوعا للرمان من مدن مصرية مختلفة. بيتكلم العالم كله على مضادات الأكسدة، والرمان يمكن ربنا حابب بميزة مهمة، وهو انه بيحتوي على مضادات اكسده بنسبه عاليه جدا. اصنافنا بقى المحليه اللي احنا اكتشفناها مقارنه بالاصناف الثانيه الاجنبيه، وعلى سبيل المثال صنف الواندرفول، تفوقت بعض الاصناف الموجوده في واحد سيوة ومحافظه شمال سيناء، ودي كانت رحلتين جمع تموا ليهم مع اصناف محافظه اسيوط زي المنفلوطي والاسيوطي، باحتوائهم على نسبه عاليه جدا من اللاجيك اسيد. والإلاجيك أسيد ده هو بعض المركبات الفينولية اللي بتدي مضادات أكسدة ومقاومة للجسم للإصابة بالسرطان. ويهدف البنك من خلال تجميع وتشخيص تلك العينات لزيادة التنوع الحيوي والحفاظ على الأصول الوراثية للنبات، وذلك من خلال إتاحته للمزارعين والباحثين. أعتقد أن مصر شهدت أن في تغير شديد جدا في الحرارة، خاصة في الصيف وفي الشتاء، فبدأنا نتعرض لدرجات حرارة عالية جدا في الصيف، وفي الشتاء بدرجات برودة منخفضة. فبالتالي كان مهم جدا ان احنا كل المحاصيل، كل الموارد الوراثيه الموجوده في مصر بيحصل لها عمليه تجميع، وبتتحفظ في البنك جينات، وبتبقى متاحه للمربيين ياخدوا الموارد الوراثيه دي يدخلوها في برامج التربيه، ويطلعوا لنا اصناف جديده تلائم التغيرات اللي احنا بنتعرض ليها. المعلومات ديت الخاصه بالموارد الوراثيه بتتحط في على الداتا بيس، تبقى افيلابل للناس كلها، تبقى متاحه على اونلاين على الويب سايت بتاع البنك. وفي دراسة حديثة لمركز البحوث الزراعية عن تلك الأصناف المجمعة، وجد أن مستخلص قشور الرمان يعمل كمضاد فعال للبكتيريا، وبذلك يوصي الباحثون بالتوسع في زراعة الأصناف المحلية، خاصة في أسيوط وسيوة وشمال سيناء. شفتوا بقى الرمان حلو ازاي؟ شفتي محمد؟ كله فوائد. بعدين معلومه انه مضاد للاكسده والسرطان وغيره، بقى معلومات مهمة كتيره جدا جدا جدا. وهو في نفس الوقت الميزه كمان، يعني ناكل وصحي، وكل اللي احنا بنتكلم عليه ما بيتخنش، ده اهم حاجه. ايوه عايزين نركز على ما بيتخنش، نحافظ على رشاقتنا وما بيتخنش. بالظبط كده، حاجه مهمه جدا. بس عايزين نسال بقى، فين رمان منفلوط؟ وليه ما بنصدرش؟ وليه ما بنستفدش ونعظم انتاجيته؟ مهمه جدا. نعمل ده مره وننزل منفلوط ونشوف الموضوع، نعمل تقرير نوعد حضراتكم بيه. لكن خلينا بقى نطلع نشوف